بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدونة العتال المعلومات. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض إزاي نحول أبلكيشن اليوتيوب للون الأسود. طبعا الطريقة بتاعت النهاردة طريقة رسمية، مش هنحتاج فيها أي برامج ولا هنحتاج فيها روت. تحديث رسمي نزل لأبلكيشن اليوتيوب من متجر بلاي ستور الخاص بهواتف الأندرويد، فالنهاردة هنشرح التحديث دوت. أول حاجة طبعا أنت بتروح على متجر بلاي ستور، وبعدين بتعمل بحث عن كلمة يوتيوب، وبتدخل على الابلكيشن الرسمي الخاص باليوتيوب وتشوف اذا كان في تحديث ولا لا. لو مكتوب لك كلمة ابديت بتدوس على كلمة ابديت، لو مكتوب لك كلمة تحديث بتدوس على كلمة تحديث، لان التحديث دوت هيكون خاص بتحويل اليوتيوب للون الاسود. بعد كده بتروح على ابلكيشن اليوتيوب بتفتحه، بيفتح معانا مباشرة طبعا، بيدخلك على الواجهة الرئيسية زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. بتيجي هنا فوق تدوس على الايقونة الصغيرة دي، وبعدين بتدخل على سيتنج او الاعدادات، وبعدين هتلاقي حاجة اسمها جنرال او عام، هتلاقي حاجة قدامك اسمها الدارك سيم. كل عليك انك بتدوس على الزرار اللي قدامه، وبيتحول معانا اليوتيوب للون الاسود زي ما احنا شايفين. تقدر ان انت تتصفح الفيديوهات او تشغل الفيديوهات باللون الاسود بدون اي مشاكل تماما زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا طريقة سهلة جدا وتحديث رسمي نزل للابليكيشن من المتجر زي ما قلنا مع بعض. يا رب يكون التحديث عجبكم، والناس اللي كانت بتدور على تحويل اليوتيوب للون الاسود تكون استفادت بشرح النهارده. ما تنسوش تضغطوا على اشتراك في اليوتيوب، وتعمل لايك وشير للفيديو، وتعمل جوين الجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.